ان شاء الله هذا الفرح هذا يستمر ان شاء الله في هذه المستشفى ان شاء الله. هي الاصدقاء المريض، وكنشكر الاخوان والاخوات كلهم، وكنشكر السي مدير المستشفى. وهذا الشيء راه شرف ليا كبير، ويعني واحد المفاجاه راه ما كانش في اخباري يعني. وكنتمنى للجميع الصحه والسلامه، وتعاودوا ان شاء الله ان شاء الله تعاودوا ان شاء الله عيد اخر ان شاء الله العلمان مقبله ان شاء الله. الاعضاء ديالها كلها اطر طبيه اللي دارنا اين اليوم باش نديروا هذه الحفله داخل المستشفى، لا داعيه باش يكونوا الوافدين بزاف، لان المرضى وما بغيناش نكثروا اسئلتهم. كنقدموا الشكر ديالنا لجميع النساء في اقليم رحمنا، فعاليات جمعويه ومنتخبين ومنتخبين واي مرأة في اي دومين. فلهذا درنا هذه الحفله بمناسبه اليوم العالمي للمراه، باش ندخلوا الفرحه على هاد الناس هما اللي خدامين بنا دائما، كيشوفوا كيتصنتوا غير المآسي المرضى، الله يشافي العباد. وفي نفس الوقت كرمنا بعض الاشخاص اللي عطاو كثير لهذا المستشفى، تنعترفوا لهم بهذا العمل ديالهم بهذه المناسبه. وخلقنا واحد الخليه في هذا القسم ديال ما بعد الولاده، المراه ما بعد الولاده، لانها دائما كتخرج تايها ما كتعرفش بزاف د الحوايج. وكانت هذه لينيتي راها نموذجيه، راه ربما اول مره كتفتح هذا الاوبيتال، وكنتمناو المزيد من العطاء. وكنشكر السيد المدير حتى هو راه خدام الحمد لله، حتى هو راه بطبيعه الحال بالتنسيق معاه والسلطات المحليه، لان كلنا عندنا توجه واحد. وشكرا للجميع.